لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة. شوف يا سارة ذكي، من فضلك يا دكتورة، الأستاذ والمنتج الكبير السردكي. شوف يا أستاذ سردكي، أنت عندك غازات في بطنك، يعني بالعربية وشنو عندك ليقاس في كرشك. وإيه الحل يا دكتورة؟ شوف أنا كتبت لك شوية دواء تشربه، بصح شوف لازم تبعد على الفول نهائي. مش ممكن أبدا أبدا أتخلى على الفول، لو ما أكلتش الفول مع الفطار ومش حصحى طول النهار يا دكتورة. وأطر وأرفرف في الفضاء، وأهرب من الدنيا الفضاء، وأطفر وأرفرف في الفضاء الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى. لو سمحتي يا دكتورة زودي شوية في الراديو لو سمحتي. راك تشوف الراديو؟ أنا من عشاق ورد الجزائرية أميرة الطرب العربي، لما اسمعها ابقى انا في عالم تاني يا دكتوره لو سمحتي زودي شويه في الراديو. هذه ماشي أميرة الطرب العربي، هذه ماما. يا دكتوره مش ممكن يكون صوت ماماك كده، انا اعرف الورد الجزائريه كويس، واعرف عبد الحليم وفريد الاطرش. شوف يا استاذ سارتكي، والله العظيم غير هذه ماما. شوف كي تكون هنا في المطبخ طيب ولا تخدم شغل تحب تغني. مستحيل تكون دي ماماك يا دكتوره، لو تاكدت 100% بانها ماماك مش حاسبها هنا ثانيه واحده يا دكتوره. بصراحة صوتي المدام بسم الله ما شاء الله، صوتي يجنن يكسب ذهب، حرام تتحرم منه الجماهير العطشانة للفن الأصيل العربي يا أستاذ. شكون هذا اللي عطشان؟ شكون؟ بابا الجماهير، يعني الجمهور الشعب، جمهور الشعب. يشربوا فريد. لو قال لو حاب يماك وقال تغني اون بلان بيبليك. ربحت. والله مليح. شوف أستاذ أنا في الصحة هاوية برك الغناء، يسمى عمري ما حطت في بالي نغني قدام الجمهور، معليش تعطيني فرصة وقت باش نستوعب الفكرة هذه اللي طرحت عليا. مش ممكن يا مدام، مش حنضيع الوقت. شوف خويا أنا ماذا بيا كي تروح هذا الجمهور تاعك هذا، قول له باللي سامحنا بالبزاف الجمهور، على خاطر أن المرة تاعي ما عندهاش الوقت باش تفكر في قضية كيما هذه، ما تقدرش تقبل هذه الفكرة هذه. المفروض انك تشجع المدام، تشدي من ازرها وتطلع فوق فوق قوي 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 يا استاذ. قوي مش عايزك تضيع الوقت. يعني تطلع لفوق؟ ايوه يا استاذ. وانا نقعد لتحت في الاطار ونسوق. ما يهمنيش. العرب ليه هذا؟ شوفي حضرتك يا مدام، انا مش عايزك تشيلي هم، انا عايزك تتفرغي للفن وبس. رقبتي سدادة يا مدام، من 1000 لـ100,000 دولار يا مدام. قلت إيه؟ ماما 100,000 دولار، هل بك بابا وكان نخدم 10 سنين في الميديسين ما نجيب حتى 100,000 دينار. شوف يا أستاذ أنا مانيش موافقة. علاه الجمعي؟ ها؟ الفن حاجة نبيلة. نبيلة ولا زبيدة؟ أنا قلت لك يا بابا الغناء باكيشن، الفن هو من أرقى أنواع التعبير. هلا هلا الجميع هكذا متخلف هكذا، هلا الدنيا راهي ماشية وتتطور. أوه يا أنا متخلف، أنا نموت على التخلف. والله أنا قديم كاتسون تروا ولا تراكس ولا براسك. سوري يا أستاذ. أخي سمحني أنا أتكلم مع زوجتي، أنا قلت لك مريم الغناء باكيشن. سوري يا باشا، دي بصراحة جريمة في حق السمعة، في حق الفن، في حق الموسيقى يا أستاذ. يسمى أنت الجمعي حاب تعودها لي، ما خليتنيش نخدم بسيكولوج ودرك باش نغني مش حاب تخليني نغني. ها علاش؟ اسمها نخير مني، اسمها نخد فريد الأطرش. نورا يا نورا يا فهمتي، وتي مرت الجمعي الطاكسيور، ما دخل اسمها أنا
مع الجمعي. بعدي تاع بسيكولوك مليحه، تاع بسيكولوك داكور. تقدري دوك مع ساره تفهموا في كابيني قسموا الوقت وداويو ربي يسهل عليكم. اسمح لي بابا، انايا واحد ما يشاركني ما تخطوني ما تهبلونيش. هشتي ها انا كنت تاخذي راهي مريم تقعدي في الدار خير، قعدي في الدار خير مع الابليس. استاذ سلام. نعم يا استاذه، انا راني قابله. برافو يا مدام، زي ما بيقول الفنان محمد عبد الوهاب، نحن نطرب الناس ووديع الصافي يطربنا. خلي الفنانه تطربنا يا استاذ. مريم مريم افريني افريني افريني. الجمعي ما نفرينيش، واحد ما يحبسني المره هذه، لا انت لا غيرك، هذا مستقبلي وحياتي وانا اللي قررها وحدي. او ما جستيش من باتيني على الحان وشباب، ما قلتي بالك نروح كاش عريس كي يكونوا رايحين عروسه نقولوا بالك تغني تعطريني شويه لافوا تاعك، ولا بالك مش عارف انا ذيك كاش عرس غير بين النساء هكذا في وسط الدار كيما كانوا زمان فضيله زيريا وشي خطيط. ما هو اي والله زيد من الكوزينه ديريكت المعصر. انا اللي بليغ مريم. علاه الجمعي؟ ورده الجزائريه وام كلثوم فاتوا على الحان وشباب. يا جماعه مش كده، مش كده يا جماعه، الهداوه لكل مشكله عندها عن في حلال. احنا مش عايزين من الوقت يا استاذ الا خمس دقائق في الاسبوع. ما كان لا خمس دقائق لا عشر دقائق. قاع صوتي يا اخويا، وش بك؟ صوتي ما تصوتيش. اسمع يا اخي راك في داري واسمع مني انا واش غادي نقول لك. او ديجا انت هو المشكل والحل انت هو. احترم نفسك يا اخي. انت كذلك احترم نفسك، وهيا خذ الباب وتتربح. هيا تربح، الله يسهل عليك. هيا يلا. اه بابا وش هتبهدايل؟ اسمعي شوفي انت اللي درتي لنا هذا البروبليم في الدار. فوالا داويتيه خلاص، يروح لدارو على روحو. لا جبتيه يرحمك، لا جبتيه للدار يا سارة. علاه؟ وانتيا قلنا الغناء ما كاش ما كاش ما كاش. فوالا ها هي كاع مسخين. حقا سي سارات كي شدت ولي قلت لك عليه. سوري يا دكتورة، الغازات اللي جيتك عشانها أرحم من أبوكي. بابا أنا جحت، كل شي راهي توجع. صبري بنتي صبري، وش يدير الميت فيه تغساله. ويسامو على بالك بلي خالتي بوعلم كي راهي تطول هكا علينا، ما عندها راح تجيب لنا واحد الفلا في حياتنا ما كليناش. خالتي بوعلم طيب كيما ماما. وسام أكل الدهر على أكل أمي وشرب. خالتي بوعلم راكي بطيتي عم باش توجدينا العشاء، شغل مليح يطول. على هذيك اللي يماكم طولت. خالتي بوعلم شنو هذا؟ اللي عجبو الحال عجبو، واللي ما عجبوش او كاين باتي. الله بابا ماما البارح قالت لنا نجي، علاش ما جاتش؟ وانا عرفت بنتي، انا عرفت شتي شحال وراها خمس دقائق في الاسبوع، عرفتها باللي نلحقوا لهذه الحاله. يابا عباك ما عندناش الحق باش نهضروا على يمانا هكذا، امنا راهي فخر لكل الامه العربيه. يابا فخر لكل الامه العربيه والعائله الجمعيه. انت قاعد تضرب في الكاشير. شنو شنو شنو؟ الو الو ساره. اي ماما توحشتك، وين راكي؟ راني في دبي عندي حفله، امراء الخليج كامل راهم حاضرين. واش قلتي لي ماما؟ جوزي لي باباك. اي دقيقه بابا هاك. الو ماما قالك انا راقد. واش راهم خاوتك وسام؟ واش راهي عامله؟ وحشتوني موت على بالكم. اه رانا كامل ملح ماما، رانا كامل توحشناك ونسالو عليك ورانا نتعشاو. قولها اش تضحك يا شيخ. كامل عليهم بزاف ساره، على بالك ما نقدرش نهضر معاهم واحد بواحد، ما عنديش بزاف الوقت، راني رايحه ندخل شخصان. ساره حقا اني رايحه نجلس في الراديو، ما تنساوش تسمعوني. هيا باي باي حبيبتي، خدي بالك من البيت. خدي بالك من البيت. اه اوكي ماما باي باي. هما حجوز في الراديو. ويسام ما روحيش علي البوست باش نسمعوها. هيا هيا جمعي نزيد لك شويه. اه لا لا ما وجدت مهمه. شبعت. وراء كل امراه ناجحه رجل حزين. ما هو بابا؟ يا سلام.
سلام سلم. ايه الحلوة دي؟ بنا يا عيني يا عيني، يا سلام على مريم، يا سلام. بص شوف مريم بتعمل ايه، بص شوف مريم بتعمل ايه، بص بص شوف شوف مريم بتعمل ايه، بص بص شوف شوف مريم بتعمل ايه. يا عيني يا عيني على مريم يا عيني. الصح حنبوه الودع عشان سجوه، الصح امدح حنبوه الودع عشان سجوه، الصح امدح حنبوه الودع عشان سجوه. عيني يا عيني اللي ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شاغلني طيفه، واللي ما شفته الله ولا قابلته ولا ما يا ما شاغلني طيفه. الله اكبر. شبيك بابا؟ ايش قلت من حفش لغنى تاع ماما؟ انا بنتي شغل راني ندير روحي قاعد مع الجمهور باش سيي بالك ماما تعجبني، فهمتي؟ شغل راني ايماجيني راني في الصاله وراي تغني ماماكم. لا فوا تاعها شابه بابا، لا فوا تاع ماما شابه، فوا تاع ماما شابه. شبيك عندي وذنياتي مش عم بالك، فوا تاع ماما قرعه وقرعه فور، ماشي يعني قرعه في جو. شنو نسمع انا؟ شنو نسمع؟ وش بيا وش رالي؟ أنا أوفون صارحكم حب قروابي خاطيني شرقي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من الصباح راني نستنى فيك باش ناكل شوية من الفير، أنا غير نقرع فيك. كول كول أنت غير عليا صاحبي، غير سنتني بغيت تاكل. هاكل ادرس ادرس خويا ادرس. اليوم ان شاء الله يدك راح تدير معرفه على مكتوبك. اليوم راح تريب لي طوال داريني هذيك اللي مسده مكتوبك. خرجنا اللي ما عنديش ما خلص. عطيني قهوه عزوز، عطيني قهوه اخويا. مالاه هاي قهوه اخويا الجمعيه سخونه ماشينا نقص ماشي البوست. الله يرحم والديك، اليوم راه المورال تاعي حابط فوركا. اي جوستومون هادي اللي طلع المورال. اسمع اسمع هذي طلع المورال. انا عمي تعرفها؟ وين نعرفها انا؟ نعرفها ما تعرفني انا. هذي بدي راه باش صح لي سيدي تاعنا لي توني تعرف ما تحبسش كاع. هذي تحطها على الجرح يبرى. ديلوغيت. لا لا ام وسام تحب نحبس لك راسك؟ انا نحبس راسي، انا حبست واحد راه. هذه اللي راكم تسمعوا فيها جزائريه. اه نعم جزائريه. كاين بزاف ناس مغالطين يقولوا بلي زعما زايده في مصر وكبره في مصر، ما كاش منها. هذه تاوعنا وجزائريه 100% وتغني مصري. تاوعنا ما عطيت لهم لي زارجيريان، ما ععطيت لهم عند ربي. وين تحطهم يدرتك ويا خو نرجع؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الفل دير يا خو. وحشتوني فور. وحشتوني على ما تقول راهي وحشتوني جمعي الجماهير. هذا اللي كتب لها الشعر يقصد الجماهير تاع الوطن تاعها. انت واش حبيت؟ توحشتك انت وغيرها؟ انا جاب لي ربي هذه المغنيه راني شايفها من قبلها. وي قادرك مترتس واش فيزي مليح، فهمت؟ لازمك تروح تشوف طبيب تاع العينين يدير لك باربريز. وهذه هي راهي مطربه معروفه في العالم العربي تاع لو موند اونتي. راجلها مسكين لو غايدني انا كنا راه مسوفري. وي سوفري. ها؟ وي سوفري. هذا جيب لي ربي هذي كون ماشي في خاطر دراري كون راهو سير هذي وكان ماشي على باش دراري عندها مدة ملي زعكاتهم الدار. حاجة كبيرة المرأة هذي. شبيك عزوز؟ وين خويا؟ حبيت نسقسيك. نعم زعما لو كان نقولوا لهلا يبلي ويقدر بعيد الشر. على كل حال سقسي برك كل مرة تاعك ماشي بتقول لك راني حابة نغني تقبل بهذا المستوى؟ نقبل. انا بهذا المستوى ما نقولش لا لا كاع. انا لو كان جات مرت تغني هكذا من غدوه نغلق القهوه وانا راني ماناجير ديالها، وين تروح راني التم خويا. والله على بالك عزوز الهواريه معيت فيها واللي تغني عندها واحد لافوا هي محينك با 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 كبل اخويا.
هذيك النهارية تولي تغني أكتو ذاك المقنين يعلق روحه. رزقي مش عارفني؟ ازيك؟ وحشني قوي يا حبيبي، وحشني قوي قوي قوي. ازيك يا نوعيلي؟ لا ما تغيرتش. ماما اهي، ماما جت يا ولاد، ماما اهي، ماما جت. مالكوا بتبصوا لي كده ليه؟ هو انا اتغيرت كده يعني قوي قوي؟ انتوا زعلانين مني ولا حاجه؟ هو انا عملت حاجه؟ وسام حبيبه ماما، ازيك يا بنتي؟ ازيك؟ وحشاني قوي. ازيك؟ صعبة. عجبوك الكادوهات اللي ماما بعتتهم؟ ها؟ شو الكادو اللي يهموني؟ تلت هميني. سامي الو استاذ سرادكي، اهلا. من فضلك استاذ ممكن تلغي كل الجولات والحفلات من فضلك؟ لا يا استاذ، ده قرار نهائي مش هتراجع عنه. يا استاذ افهمني بقى يا استاذ، بيتي بيتخرب، فاهم؟ بيتخرب. لا هكتفي بالتسجيلات وبس. ايوه. اه كيف عايزني اجي على مصر عشان البروفا؟ لا يا استاذ مش ممكن اجي على مصر، البروفا هي اللي تيجي عندي هنا، فاهم؟ طيب مع السلامة. أهلا يا جماعة. أرجوكي أم وسام، ده كتير كتير قوي قوي يا مدام. أنا اللي كتير عليا يا أستاذ، كتير عليا قوي، ولادي ما شفتهمش بقالي 6 أشهر. يا مدام الفرقة الموسيقية كلفتني كتير، الملحن وحده كلفني ميزانية بحالها يا مدام. أرجوكي ما نضيعش الوقت، أبوس إيدك يا مدام، لازم نسجل الألبوم وما نضيعش الوقت. أستاذ سرادكي ممكن نأجل الكلام ده بعد البروفة؟ أيوة يا مدام. طيب جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يا أساتذة. يلا يا ست، يلا يا إخوانا. ثانية واحدة، تليهات مش مكانها بالظبط. تليهات مش مظبوطة. التزام. يلا من المقدمة تاني. ذكرياتي يا ذكرياتي، يا أنا منك يا ذكرياتي. ذكرياتي يا ذكرياتي، يا أنا منك يا ذكرياتي. اهدى، مش ممكن يا مدام، ايه الفوضى دي؟ احنا بنلحن ولا بنلعب يا مدام؟ فرصه العمر مش عايزها تضيع. انا متاسفه يا استاذ سولفاجي، متاسفه. برضو ما المقدمه؟ يلا يا جماعه انتم جاهزين؟ يلا نسجل وما نضيعش الوقت. هنعيد من الاول يا جماعه. يلا بسم الله. ذكرياتي يا ذكرياتي، يا انا منك يا ذكرياتي. ذكرياتي يا ذكرياتي، يا انا منك يا ذكرياتي. انت حياتي واكتر من حياتي، وانت البسمه اللي تواسي اهاتي. انت حياتي واكتر من حياتي، وانت البسمه اللي تواسي اهاتي. كل ما افتكرك بشوف حبي.
حب اللي يا ما اديته من نبع الحنان. يا ناس قولوا للناس لا يا ستي كده مش معقول مش معقول ابدا. والله يا استاذ انا متاسفه متاسفه يا جماعه ممكن يكون الصوت جاي من الخارج يعني انا هروح اقفل الشباك وارجع على طول اسمحوا لي. يا مدام دي مش ظروف عمل يا مدام ومش ممكن تقفلي الشباك احنا مش جايين نقفل في الشبابيك احنا جايين نلحن يا مدام ارجوك يا مدام ما تضيعيش الفرصه اللي كنت عايزها من زمان. مش ممكن يا عالم الموسيقى العربية أنا جيت عشانها هنا للجزائر وتضيع مني كده حرام عليكم. يا راني ما قطعش الياس قولوا يا ناس قولوا للناس قولوا للحاضرين قولوا للغايبين خديت بوقتي خلاص قولوا للي هجرني ونساني راني ما قطعش الياس قولوا للي هجرني ونساني راني ما قطعش الياس قولوا يا ناس قولوا للناس قولوا للحاضرين قولوا للغايبين خديت بوقتي خلاص ما الحبيبي مالو كان معايا كان ما الحبيبي مالو يا ناسي غطاه ما الحبيبي مالو كان معايا كان ما الحبيبي مالو يا ناسي غطاه حال تفرقنا الأحوال احنا بحال النجمه والهلال وحال تفرقنا الاحوال احنا بحال النجمه والهلال متراضين متوالمين متراضين متوالمين منذ سنين طوال وحاليا الغزال منذ سنين طوال وحاليا الغزال تفرط فينا احنا ولاد اخويتك غير حن علينا يا خالي يا خالي ولاد تفرط فيها هذي بنت وخيتك غير حن عليها راني فريتها يا سارة راني فريتها والفريق المصر كيتيتها يا سارة راهو فراها يا سارة راهو فراها يا سارة راهو فراها والفريق المصر كيتيتها يا سارة يا ولاد بلادي ويحيا ولاد بلادي وشنانا بالعسار وحنا يا ولاد الجامع خوا في كل بلاد يحيا ولاد بلادي يا ولاد بلادي وش لنا في الحسان احنا بلاد الجامع خوا في كل بلاد يما يما نو مو كيت با يما يما تان با با يما يما نو مو كيت با يما يما تان با با يما مريم مريم رحتي خسارة للقاهرة ضربتي دهرة وقلبتي الفيسا ودخلتي الحارة وخليتي العيلة محتارة وقلبتي الفيسا ودخلتي الحارة وخليتي العيلة محتارة مريم مريم رحتي خسارة للقاهرة ضربتي دارة قلبتي الفيسا ودخلتي الحارة خليتي العيلة محتارة قلبتي الفيسا ودخلتي الحارة خليتي العيلة محتارة خبي سرك يا الغافل وقرا حذرك لا تبين سرك للغير الناس تطول الكلام والحيط بودنيه خبي سرك يا الغافل وقرا حذرك لا تبين سرك للغير الناس تطول الكلام والحيط بودنيه ابدا عمري لا نسيت مثل الفنتورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كل
باقي في البال غير راحة بعد والي كل شي ما صار بقد قصته غير حكاية وطفت شموعه وطاح ليلة نسيان عليه الماضي راني غلقت باله وقضيت عليه أبدا عمري لنزيد دفنت ورايا الماضي راني غلقت باله وقضيت عليه أمرا تحوانه كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواي الماضي راني غلقت باله وقضيت عليه هيا جماعة هيا هيا مين حضرتك؟ مين ده بتعرفوه؟ مين حضرتك اللي يتكلم معايا؟ أنا عايز أم وسام ومش عايزها تقعد في الخربة دي يا اسمعني شحتها ضرب صاع شوف يا أستاذ السردوكي الأستاذ السردكي أكبر منتك انت مركتها يا استاذ خلاص معليش اسمعني شوف يا استاذ سردني ورحت سردك بعيد لخاطر ما عندناش الوقت رانا ريبيتيو وانا اسموني بيدرو ام وسام اختي وانا هو المنتج تاعها وانا بريباري في الالبوم ما يرحم بابك ما تقلقليش انت تكلمت يا ولا ابو كرتونه ابو غريب هيا خويا تنطاوي اطلع برا مش حاقعد هنا ثانيه اسمع ده انا حشتكي للامم المتحده ده انا حخرب بيتكم ومش حسكت على حقي استهزار بالفن الله العربي الله والله روح برك روح ما تنساش الفول نقصوه هيا روح هيا روح هاك يا مسيو سردوكي هاي هاك الشابو تاعك نسيتو كل شي ما صدقت قصة غير حكاية وتفل شموعه طاح ليل النسيان عليه الماضي راني غلقت باله وقضيت عليه أبدا عمري ما نسيت ذكرك توحشناك عمي عبد القادر ما نشوفك بزاف كما قال الاخر بالك ما مشي يشوفوني بس الصوت تاعي مازالو راهو نسمعوا الكل مضرب لا 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 صح الحمد لله الحمد لله بصح عمي عبد القادر على بالك لا طونسيون شويه طالعه هاي طالعه ما خلعتينا بصح سي با غاف على بالك واش دير عاود نقص برك شويه منك الله يبارك هادي عندك الحق وي اسمحي لي شكون هذا اللي يغني هذا هذا باب لا لا هادي لا راديو البوست ماذا بك تطفيوها طفي البوست يرحم والديك يسمع بنادم هذا الصوت هذا ماشي غير طلع له لا طونسيون والملح وزيد بالك القلب يحبس لنا ثاني يا تايها عليا